الرئيس التركي عبد الله جول يوقع القانون المثير للجدل الذي يعزز سلطة الحكومة على الجهاز القضائي بالتحكم في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية. جول أوضح أن التحفظات التي كانت لديه حول بعض بنود هذا القانون والتي وصفها بغير الدستورية أخذت بعين الاعتبار من طرف وزير العدل. وسبق لهذا القانون أن أثار جدلاً إثر إقراره من طرف البرلمان في منتصف الشهر الجاري في ظرف تطغى عليه فضائح فساد طالت رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان شخصياً ومقربين منه. حزب الشعب الجمهوري اليساري المعارض يتوقع أنه سيطلب من المجلس الدستوري إلغاء هذا القانون الذي يمس برأيه باستقلالية القضاء. تحت إشراف الحزب الجمهوري تظاهر آلاف المواطنين في كل من إسطنبول وأنقرة لمطالبة الحكومة ورئيسها بالاستقالة.